أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج هل هو اختيار النصيب؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف حاجة الأول، يعني إيه اختيار ويعني إيه نصيب؟ اختيار يعني الحاجة دي بعملها بكامل حريتي، بفكر مرة واثنين وثلاثة في الحاجة دي وبعدين أخذ رأيي وارسى على حل معين واختار الحاجة دي، يبقى أنا كده مختار في هذا الشيء. مفيش حد غصب عليا ولا أكرهني ولا أجبرني إن أنا أعمل حاجة معينة، لأ، أنا بختار الحاجة بناء على حريتي، كامل الحرية والاختيار في هذا الشيء. مادام أنا عملت كده يبقى الحاجة دي أنا مختار فيها. طيب يعني إيه نصيب؟ هل أنتم تقصدون بنصيب إن الحاجة دي أنا مجبر على فعلها؟ هل الحاجة دي أنا يعني ماليش يد فيها؟ حاجة مكتوب علي إن أنا نفذها وخلاص، مسير في هذا الأمر؟ إذا كنتم تقصدون هذا المعنى فإن الزواج اختيار وليس نصيب. الزواج عبارة عن حاجة أنا بعملها من البداية إلى النهاية بكامل حريتي واختياري، مفيش أي حد بيجبرني عليها، ولا أنا في الزواج مسير، يعني ربنا عز وجل ما أجبرنيش على الأمر ده، بل إنه ترك لي كل الاختيار. طب إيه الدليل مثلا على إن الزواج ده اختيار وليس نصيب؟ ببساطة جدا أضرب لك مثال. لو في إنسان مضرب عن الزواج لأي سبب إن كان، يا أخي قال لك أنا هسلك طريق العلم وهضرب عن النساء والزواج، اعتزل النساء، مش عايز أتزوج نهائي علشان أكون متفرغ للعلم، أو لأي سبب إن كان، المهم إن الشخص ده مضرب عن الزواج وفكرته هي دي، مش عايز يغيرها بعد كده، هل الشخص ده لو فضل على هذه الفكرة هل ستزوج في يوم من الأيام؟ بالطبع لا، مش هيحصل يعني إنه يجي في يوم من الأيام يلاقي الناس جاية تقول له مبروك، مبروك عليا يا جماعة، أنت خلاص تزوجت. إزاي تزوجت؟ خلاص بقى نصيبك بقى. طبعا الكلام ده مستحيل، الشخص مدام في ذهنه أنه لن يتزوج وسيضرب عن الزواج أو سيعتزل النساء، مش معقول إن يجي في يوم من الأيام يلاقي نفسه اتجوز كده من الباب للطق، ده مش ممكن يحصل، دي حاجة مستحيلة. طيب دلوقتي ممكن حد يسأل، الزواج مكتوب عند الله عز وجل، ومدام الزواج مكتوب عند الله عز وجل يبقى حاجة أنا مجبر على فعلها. فعلا انت كلامك صح، الزواج فعلا وكل حاجة في حياتنا مكتوبة عند الله عز وجل، ولكن مش معنى انها مكتوبة عند الله عز وجل ان ربنا فرضها علينا، وكنا وضحنا الكلام ده كويس قوي في حلقة لماذا يحاسبنا الله تبارك وتعالى على اعمالنا رغم اننا مسيرين ومجبرين على فعل ذلك. اتكلمنا ووضحنا دي النقطة كويس قوي، ممكن ترجعوا للحلقة دي وتستفادوا منها لو عايزين تعرفوا الموضوع ده بشكل اوسع. ولكن مش معنى ان ربنا عز وجل كتب علي او كتب لي ان انا هعمل الحاجة دي ان هو اجبرني على فعلها، لا، ربنا عز وجل كتب الحاجة دي بناء على اختياري انا، وهذا يرجع الى علمه الواسع تبارك وتعالى. لو عايز تعرف المعلومة دي بشكل اوسع وادق ممكن ترجع للحلقة علشان الحلقة دي ما تطولش على حضراتكم. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، لا تنسونا من صالح دعائكم ودمتم في رعاية الله.